سافر من حالي أنا بهرب من سن السنة بغمرة إيديك الهنا صاروا هني وطني سافر من حالي أنا بهرب من سن السنة غمرة إيديك الهنا صاروا هني وطني وجوه الأحبة صاروا كلمة عوراق الرصيف تخبوا بالهوى وطاروا والدنيا مسا وخريف وجوه الأحبة صاروا كلمة عوراق الرصيف تخبوا بالهوى وطاروا والدنيا مسا وخريف زعلان عالدني وحالي برسم بإيدي الطريق محي نهاري بالليالي والسر بقلبي غميق زعلان عالدني وحالي برسم بإيدي الطريق محي نهاري بالليالي والسر بقلبي غميق وجوه الأحبة صاروا كلمة عوراق الرصيف خبوا بالهوى وطاروا والدنيا همسة وخريف ولاد وين؟ نزلت شوي على السوق، ليه عم تسألي عنها؟ لأنه يلي بدي أقوله ما بدي حدا يسمعه. ما في حدا غيرنا، شو بدك تقولي قولي. كل طريق أنا وعم فكر ما لقيت ولا سبب يخلي باسم وحلا يختفوا بهالطريقة إلا سبب واحد ما في غيره. قولي وخلصيني. يلي بدي أقوله رح يزعلك، منشان هيك فضل لما أتأكد منها بقولها. أنا فكرت واستنتجت وبسحب كلمتي. كل حياتك كنت تفكري بشي وما كنت تخافي تقوليه أو تتراجعي. أنا علمتك تقولي الأشياء مهما كانت صعبة وفجة وواقعية، وكل وقت هو وقت مناسب لتعبري فيه عن أفكارك. لارا، لآخر مرة بقلك شو في براسك صارحيني فيه؟ شو السبب يلي عم بتفكري فيه؟ هلأ بدي أعرف. يمكن عرفوا إنه مش بنتك الحقيقية وإنه بنتك بالتبني، ما قدروا يواجهونا بالحقيقة، خلوا بهالطريقة. وأكيد هالشي برأيهم ما بيشرف عائلة مثل عائلتهم. ولك صرميتك بتشرف اللي أكبر منهم. أنت بنتي ومن صلب قلبي وغصب عنك وعنهم وعن كل العالم. هيدا السبب ما بسمح لك حتى تفكري فيه. أنت بنتي وبتحدى العالم كله يقدر يغير هالحقيقة. عم تفهمي؟ بتحدى العالم كله يقدر يغير هالحقيقة. خلص ماما، روقي حبيبتي. أنا هيك فكرت ويمكن غلط، بترجيك تروقي. ما تقوليلي روقي وما تترجيني، طلعي من هالعقدة. ممنوع بقى تفكري فيها، ضفرك برقبته ورقبة سليلته. انت ولاد وزراء ونواب وسفرة ماتوا عصر ميتك وما قبلت فيهم. لو ما انا شفته عجبك وبدي افرح منك، ميت واحد مثله ما بيعبولي عيني. واذا حالة يزبك شايفي حالة انه ابنها حكيم، بكرة بفتح لك 10 مستشفيات وبكل دول العالم وبشغل تحت اجرك 100 واحد مثله. We'll be right back.
يا ويلي شو هنخبريه اللي ما كانت تخطر على بال حدا مثلها. ما في سر بضل مخبى. وصحة تخبري سعد، لأن هيك خبري حقها مصاري ومش لازم نبيعها بفرختها. لكن منروح لعنده سوا وما منحكي قبل ما يدفع سلف والسعر المناسب. أي سعر مناسب؟ هي خبريها الذهب ذهب. ويا ريت كمان بتقله اني كل يوم عم بروح على العياده وعم حط له ورد على مكتبه، وكل يوم الساعه 5 بعمل له فنجان شاي كانه موجود ومش مسافر. رح وصل له كل كلمه قلتيها، وطالما عم تفتح العياده رح اقول له يتلفن لك وانت خبريهم كلمه بكلمه. استاذ نديم، قولي شو بدك وما تستحي منه. صحيح هلأ تعرفنا على بعض، بس كل يلي بحبه الحكيم أنا بحبه. خدي راحتك وقولي يلي بعد بدك تقولي. بدي أعرف وين بقدر لقيك أو تلفن لك لا بقى طمن على الدكتور. بس هيك ولا يهمك، رح أعطيك رقم تليفون الأوتيل يلي بمشي شغلي منه والعنوان، وفيك تحكيني ساعة يلي بدك. يا ريت. تفضل. مرسي كتير. ماما حبيبتي تفضلي. اعطيني الكباية وقعد شوي. ماما حياتي، أنا ما كنت عم أقصد بكل يلي قلته أكتر من مجرد افتراض يكون هيدا سبب من الأسباب. حتى مجرد الافتراض ما لك حق تفكري فيه، لأنك عم تنيلي أمومتي. بعرف إنه هيدا الموضوع حساس والحكي فيه بيزعلك، بس لازم تفهميني. يلي عم بمرق فيه خليني أفكر بكل الاحتمالات. وانت كمان لازم تفهميني، ربيتك بدموع عيوني، نسيت حالي كرمالك، ونسيت انك طفلة صغيرة انا تبنيتها، حبلت فيك بعطفتي وخلفتك من حناني، وصدقت انك من لحمي ودمي، بس الظاهر انت ما صدقت. لا ماما لا، ما حدا مصدق قدي، انت امي وبي وخي وكل شي بهالدنيا. ليك يا عبدو، إياك ثم إياك من ورا ظهر تحمل حالك وتروح عند الخواجة سعد وتبقى له هالخبرية. صدقيني يا وداد، أنا خايف من يلي سمعته، مش هيني هالخبرية، مش هيني أبدا. أنا ما بقدر كون وحدة مسؤول عنها، لازم اتنيناتنا نتحمل هالمسؤولية. وأنا خايفاني أكتر منك، ما بعرف إذا مننسى اللي سمعناه بلا ما حدا يعرف فيه أو لحقنا وتورطنا بأخبار الست نكمل للآخر. فيه وما فيها، شو رأيك نفكر أكتر أحسن ما نعمل شيء ونندم عليه بعدين؟ هيدا رأيي كمان. شو صاير علينا؟ سر وبالصدفة انكشف قدامنا وبطل ملكنا ونقدر نبيعه ساعة البدنة. ليلة نتسرع ومثل ما قلت نندم بعدين. معنا الليل كلنا نفكر والصباح رباح، وساعتها نشوف شو بيطلع معنا. صباح رباح. حاولت أقومن قد ما في، بس قد ما ضربوني وعذبوني حسيت حالي انشليت وما عدت قادرة أتحرك. تنشل إيديهم أمين يا رب، نحل ما قتلوكي بعد ما عملوا عملتهم. كانوا رح يقتلوني لو ما واحد منهم دافع عني، ما كان يرضى يتعدى علي. يبعتلن من يعمل بنسوانهم وخياتهم هيك، العمى بقلبهم شو بلا ضمير. ما سمعتي حدا منهم لفظ اسم التاني؟ ما عدت سمعت ولا أشعت شي قد ما ضربوني ولبطوا فيي.
عذبوني كتير سيف وما رحموني. هيئتوا بعدك زعلانة مني، حتى قاعدة وساكتة ومش عم تطلعي فيي. لا يا ماما، لا يا حياتي، أنا مش ممكن أزعل منك، بس عم فكر إذا كان مزبوط السبب يلي قلتيه. من مين بدهم يعرفوا؟ حدا من يلي معهم خبر. ما حدا معه خبر إلا ملحم وأمينة، وعطوكي عمرهم من زمان، وحليم وهند بعاد وما حدا بيعرف عنهم شي. مش باقي إلا المختار، بشك بنفسي ولا بشك فيه. بلكي قبل ما يتوفوا ملحم وأمينة قالوا قدام حدا من ولادهم، حدا من قرايبهم، وصلت لحلقة أو بس. ولا ممكن يا بنتي، ولا ممكن، لأن ولادهم كانوا مسافرين وعدفنهم مأجوا، ولو حدا من قرايبينهم معهم خبر كانت انتشرت الخبرية من زمان. مشان هيك بشك إنه هيدا يكون السبب. أنا أكيد من هيدا الشيء. إذا أنت أكيدة يعني ما عاد هيدا السبب وارد وما بقى لازم نفكر فيه. ليه خزقت الصورة؟ لأنه ما عاد بدي أنطره، ولا عاد بدي أطلع بصورته وأكرهه. طولي بالك يا ماما، يمكن كل اللي عم نفكر فيه ما يكون حقيقة، ويمكن نكون عم نظلم باسم بدون ما نعرف. ما بقى بدي طول بالي، ما عاد بدي اليوم يصير بكرة، بدي اليوم يصير مبارح، ومبارح ماضي، والماضي راح وأخذ معه بس. يا ماما حاجة تعسبي حالك وتعسبيني، بكفي لما أكون قاعدة معك بحسك بعيدة وقاعدة لوحدك. ما بقى بدي أكون وحدي، ما بقى بدي راقب الساعة وانطر التليفون يرن، وكل دقيقة أحس باسم رح يفتح الباب ويفوت. صرت مثل إنسان محكوم بالإعدام، ميت بالفكر بس ما عم بيموت بالجسد. رأيي احنا ما عرفنا باسم كفاية حتى نعرف خفايا شخصية هالقد واضحة بالظاهر، وما منعرف شو بتخفي بالباطن. ليه عم تفكر بباسم هيك؟ لأنه شخصية فيها تناقض واضح. من أي ناحية؟ نحن عشناه بمرحلتين، مرحلة حنان ومرحلة لار. ماتت حنا وبسرعة مات الحب معه، وبنفس السرعة مغرم بلارا، وبأسرع من الموت هرب منه. يعني مات الحب وعاش الحب ورجع مات قبل ما يصير له فرصة يعيش. هيدا إذا استثنينا الدافع المجهول يلي خلى باسم يزبيك يضب شنطه ويختفي هو وأمه، تركين وراهم علامة استفهام ما حدا بيقدر يجاوب عليها غيره. صحيح. لوين رايحة بهالليل؟
ناطرة جوابك يا وداد. تلفن لي جوز أختي منيرة، قال لي إنها تعبانة ومريضة، شغل بالي عليها. قلت بزمط بشوفها وبرجع. هيك بدون ما تقولي لي؟ فكرتك نايمة، قلت لها شو إزعجك؟ بروح وبرجع بسرعة. وكيف بدك تروحي وترجعي بسرعة؟ في حدا ناطرك برا ليوصلك؟ لو في حدا كنت قلتلك. عبده نايم في مية سيرفيس وبعدنا بأول ليل. دبر حالي، ما رح انقطع. وداد لوين بدي اروح يا ست وردة؟ وحية راسك مش عم كذب عليك. ما تحلفي براسي، بعده الوحيد الصاغ بين كتافي. بشو بدك احلفلك؟ اني رايحة اشوف اختي. اذا بدك وعي عبده يوصلني حتى تتأكدي. تركي عبده وجاوبيني، وين ساكنة اختك؟ براس بيروت، وجوزة ناطور بناية وحالتهم عقدهم، ومن تليفونه عرفت انه لازمها دواء او بدها حكيم، وهن حالتهم عقدهم. روحي وما بقى تعديها مرة تانية وتطلعي من البيت بدون ما تقولي لي. طريت يا معلمتي، ما بحياتي عملتها لو ما شغل بالي. هيدي اختي، شو بدي اعمل؟ طيب طولي بالك وما تروحي قبل ما اعطيكي مصاري، بركي بدها حكيم ودواء مع بعض. في معي وكله من خيرك، اذا ما كفوا برجع بطلب منك. كتر خيرك يا ست الستات. انتبهي على حالك وما تطلعي بسياره ما فيها ركاب. ما ينشغل بالك، قدها وقدود بالاذن. ما تتاخري، سلمتها من هلا. الله يسلمك. عارف يمكن باسم مثلي صدق كذبة الحب الحلوة، يمكن يكون من هالناحية بيشبهني، حب لارا للآخر، ولما حس حاله ما عاد قادر يحبها أكتر من هيك هرب من قوة هالحب، هرب من لارا. لا يا صديقي، باسم أقوم هيك. باسم حكيم قلب، شغلته إنه يحارب الموت مش يهرب منه. ولارا مش قادرة تستوعب غيابه، وأنا مش قادر استوعب من وين اجتني كل هالقوة لألعب دور الصديق بامتياز. برأيك مع غياب باسم رح تضل تقدر تلعب دور الصديق إذا بقيت لارا تشوفك وإنت تشوفها؟ وقف زمني عند لارا، عند الإيد الممدودة لإلي وقت كانت صغيرة، وهلأ زمن باسم يسبك، مش رح استغل غياب صديق واتوهم اني رح اخد محله. يمكن شي نهار ترجع لارا تفتش عقيدك لترجع تحس بالأمان. كل اللي خبرتيني اياه ما في شي جديد، والدليل أول ما قلتي الخبرية كفيت أنا عني. مظبوط؟ مظبوط. بس من وين معك كل هالأخبار غير من عبده؟ لا مش من عبده. لكن مش مهم، عندي مصادر تانية. لك بقطش إيدي إذا مش عبده نقل لك كل شي عم بيصير وطر وور لعندك. بعرفه أبو خبار على البلاش، كيف تتكون مدفوعة؟ قلتلك مش عبده. خبرية لارا وباسم صارت معروفة، وإن كان منك أو منه ما في شي جديد. لكن إذا عندي شي جديد هالمرة بدي حقه دوبل. شوفي يا وداد، أخدت مني اللي فيه النصيب، ساعتين عقلبك، بس يكون عندك شي بيستاهل الدفع بدون ما تشارطي رح ادفع. حتى سكرتيرته ما معها خبر شي، تفتح وبتسكر العيادة وشو بعده الناطر ناطر.
هو اللي بيعجبك أكتر من هيك، مش بس عم تروح تفتح وتسكر العيادة، عم بتحط له ورد على مكتبه وعم تعمل له شاي عادي كأنه موجود. لا مش هالخبرية هيدي. شو اسم البنت يلي عايشي بالخيال أكتر منك؟ زينة جنيت. شوف يا أستاذ، سكرتيرة وعم تسأل عن الحكيم يلي بتشتغل عنده بفهمه، بس قصة الورد والشاي وهالرومانسية كلها ما بفهمها إلا على الشكل التالي. هيدي البنت كمان مغرومة فيه. لا يا صديقي، البنت مبينة مهذبة وبريئة، ومن حديثي معها شغلة بالها مش من ورا الغرام، بده يكون باسم معاملها منيح. ولارا عملتك منيح وانت مغروم فيها وهي ما معها خبر، ما خص المعاملة بالمشاعر يلي منخفيها ومنخاف منها بنفس الوقت. شوف خواجة سعد، مصلحتك معي مش مع حدا تاني، حتى عبده بالذات. ليه؟ لأني أنا عايشة معه جوات البيت، ومن هلأ وبالرايح ما رح خبرك خبرية إلا ما أقبض حقها سلف. وإذا كانت وصلتني الخبرية كيف بدي أدفع لك حقها؟ أنت ذكي كتير وأنا غلطت معك هالمرة، سكت لك راس الخيط وأنت كفيت الخبرية، المرة تانية رح قللك. أنت بتعرف شو صار هلأ قبل ما أوصل لعندك بنص ساعة مسافة الطريق؟ لشوف رح تعرف. مش أنا الذكي، أنت ما في أذكى مني. مشان هيك جاي لعندك بالليل، لأنه في خبرية ما حدا معه خبرها إلا أنا وعبدو. عبدو نايم وأنا هلأ قدامك. هاتي تشوف. هيدا مش خبرية عادية، هيدا سر، وسر خطير، ولأفش السر بدي كتير. حافظي على السر الدقيقتين، بروح جيب علبة دخان وارجع. تعريف، عم فكر بكلامك عن زينة، يمكن تكون مغرومة فيه، ما في شي بعيد. بدها تفكير يا صديقي، أكيد مغرومة فيه، وهي كمان مش مستوعبة غيابه، وإلا كيف تتخيل بالعيادة وكأنه بعده موجود. هلأ عم برجع بتذكر صوتها قد ايه كان في حنان وقت اللي طلبت مني وصل له كلامه. كان في بعيونها حزن، تقريبا نفس الحزن اللي شفته بعيون لارا. لاحظت كل هالاشياء وما خطر ببالك انها تكون بتحبه؟ بدها بكالوريا هيدي؟ شكيت للحظة بس ما عنال الموضوع. هلا ما بدنا نحط البنت بدمتنا، يمكن تكون مشاعر بريئة. قلي زينة حلوة ولا خودي لك والحانة؟ ايه حلوة، معلوم حلوة، بس مش بجمال لارا يعني. ولك اذا بدي اقول لك عن جمال اليزابيث تايلر بدك تقلي لارا احلى يا زلمة. أثرت عليكي؟ ولا يهمك، وقتي معي. إيه، لنرجع لحديثنا، شو هو هالسر الخطير اللي بدك حقه هالقد غالي؟ من الآخر خواجة سعد، بدي 1000 ليرة قبل ما أفتح تمي، 500 إلي و500 لعبده، لأنه شريكي بالسر وهيك اتفقنا. 1000 ليرة؟ 1000 ليرة فرد مرة؟ ومية تنطح مية، وقرش مش ناقصين، وقبل ما افتح تمي بكلمة.
لا مش هيك اتفقنا يا وداد. بعد ما طلع الصبح شو جاي تعملي هون؟ لا انت شو جاي تعمل؟ انا جاي اخد كاس ومش اول مره. روق شوي بعد ما صار شيء. يلا بدك شيء؟ بكتير بعد الموت بدي انزل ارتاح. بشوفك بكره اذا الله راد. لحظه قبل ما تمشي هادي بدل عن ضايع. تصبح على خير. وانت ونهر. خلص انت وياها رح تقضوها اللي لقلك. شو فيها يا عبدو اذا اجيت لعندي قبل منك؟ ما انتو شراكه وهلا هي هيك قالت لي. لك يسلم هالتم. شفت يا عبدو انه نيتي طيبه وقصدي شريف. بشرفك خواجه سعد قل له شو قلت لك بالضبط. عمول معروف قالت لي في سر ما حدا معه خبره الا انت وياها وبدها حقه 1000 ليره نص بنص بيناتكم. صدقت هلا؟ فكرك لو قبضت 1000 ليرة كانت رح تعطيني نجلة؟ ما في أكرم منا بالحكي وما في أصعب منا بالدفع. يعني أنت كارم على درب. إذا وصلتني مشوار بتربحني 1000 جميلة والبنزين مش على حسابك لأنه بتعبي ربع تنكي وبتحط بجيبتك حق تنكي. فكرك أنا ما بعرف؟ وطوا صوتكم هلأ حدا بيسمعنا وتجرسونا. حبك صعب بالوقت ذاته مستحيل. عم تسمعيني لارا؟ صعب ومستحيل. وكل ما بشوفك وبقعد معك وبتطلع بعيونك بحس حالي أضعف من إني قلك أنا نديم كامل الصبي الخلقان من رحم الفقر والجوع. تعرفي شو بتمنى عطول؟ بتمنى ما تكوني أنت. أنت عايشة فيه. والأصعب إنه صديقي حتى ولو ما عدت لقلو. شو بك انت وياها؟ شو بك انت وياها؟ هاي تالت مرة بسألكن شو هو هالسر؟ بتطلعوا ببعضكن وبتسكتوا. السر كتير مهم ولو ما هيك شو جايبنا لعندك هلأ وتسبقنا لحتى نخبرك. عال تفضلوا خبروني. تفضل خبروا. هي 1000 كتير قليلة بس وداد قالت 1000. أنا شخصيا ما بدي أكسر لها بكلمتها. هيدا إذا بيستاهل 1000. رجعنا نفاصل بالسعر. خلاص يا وداد لعيونك 1000 بس خلصيني وقولي. قبضنا بالأول. شو يا عبدو حكيه وبعدين بدفع. ما توخذني خواجة سعد هالمرة الدفع قبل الكلام. ولك كيف بدي ادفع بدون ما أعرف شو هني ليرة وليرتين؟ 1000 يا جماعة. يلي أول شرط آخر نور. هيدا سر وحقه فيه. وإذا أنت ما دفعت غيرك رح يدفع 20 مرة أكتر حتى يعرفه. النسيان صعب يا ماما وخصوص النسيان يلي منحبهن. بس مع الوقت بتتعودي على الفكرة واللي بعيد عن العين بعيد عن القلب. تعودت على النسيان من أنا وصغيرة علمتني الحياة أنسى
نسيت مين أنا، نسيت مين جابني على هالدنيا، نسيت اسمي، نسيت عائلتي، ما بعرف غيرك. أنت أمي، أنت لحمي وأنت دمي. أنت لحمي وأنت دمي. انتو متأكدين انو سمعتوا هالحكي من تم وردي وبنتها؟ 100% ونحن منتحمل كامل المسؤولية. والغريب العجيب انو لارا مع خبر وردي مش امها الحقيقية، واتنيناتهم عايشين هالحقيقة. انتو بعتوني هالسر وانا اشتريت، دفعت حقه وانتو قبضتوا، صح؟ صح، ونص الالف 500. عال، لكن هيدا السر صار ملكي وحدي، وأي حدا تاني بيكون عارف فيه وعن لسانكن أنتو رح تدفعوا الألف 10. واضح؟ مني وعلي بقطش لساني إذا بعد بحكي فيه. وأنا من هلأ فقد ذكرتي ومش مستعد فوت أنا وياك بمشاكل. كمان منيح، وحتى ما تدفعوا الثمن غالي بمشاكل بدكن تمضوا ورقة تعترفوا فيها إنكم بعتوني هالسر بألف ليرة، وبتمضوا الورقة نيناتكم. ماشي؟ ماشي. اللي بدك إياه رح نعمله، حقك وبدك تحفظه. بالضبط. شو يا وداد؟ بمضي، من شو بدي خاف؟ نحن الموقعون أدناه. عجيب أمرك يا بنتي، بتاخدي هالمليول وبتجيبي معك وكل يومين بتغسليه وبتكويه، والحكيم مسافر، شو الغاية من هالشي؟ ما عم بعرف. يمكن يوصل فجأة وبدي يكون كل شي حاضر ومش ناقص شي. بدك يكون كل شي حاضر، غسليه وكويه مرة واحدة وتركيه بالعيادة. بعدين ليه أمه أو حدا ببيته ما بيتوكلوا بهالشي؟ ما في حدا هون، كلهم مسافرين. ما زال كلهم مسافرين، شو عم ياخدك تفتحي العيادة؟ لا الحكيم موجود ولا في مرضى عم بيسألوا عنه. ماما، أنا بعدني عم بقبض معاشي، يعني أنا بعدني مسؤولة عن شغلي. على القليل بروح بفتحها شوي كرمال تتهوى، وبعدين أنا عم بروح بدرس شوي قبل ما روح الجامعة. مش عارفة شو بدي قلك يا أمي. حلو الواحد يكون عنده ضمير مهني، بس مش هالقد. أنا هيك مرتاحة، حاسة حالي بعدني عم بشتغل وبعدني عم بقبض معاشي. حملتي هالأدوية كلها وجبتيها معك لهون، خير ما عملتي، كأنه قلبك حاسك. ما حدا بيعرف شو ناطره يا سمرة. كانت المرحومة أمي تقلي الدموع ما بتنزل لوحدة، عطول في سبب. لو فيي قلك لأني اشتقت لسيف، وهيدا هو السبب. وين راح رفيق؟ راح هو ومراد يجيبوا شوية لحمة وفاكهة لإمام. هيدي البنت مفضلة علينا ونعتبرها أخت، واللي عملوا فيها هيك رح نعمل بعرضهم أكتر من هيك بكتير. مصار يا ربيع، مصار. كل واحد بيدفع حق غلطه، وما فيك تاخد حقك إلا من اللي أكلك حقك. عم بغلي من جوا، مش هين علي اللي صار فيها شيخ، حرقت لي قلبي. مرحب. هلا، وينك مبارح؟ نطرتك بالبار، لا شرفت ولا رديت على التليفون. كنت عم بلعب بوكر، تأخرت كتير. وإن شاء الله توفقت. وجه الصبح لحتى رديت خسارتي، وربحت شوية مش كتير.
عبرية منيحة ولو إنه قليل لأسمع بالربح منك. مرني أستاذ. قوي عرس. في شي خبرية حلوة لحتى قلت لي استعجل قد ما فيه؟ مش بس خبرية، مفاجأة. بس مفاجأة رح تدوخك. ما تدوخني قبل ما فوت شوي على الحمام. بالإذن. تفضل. ما نمت كل الليل، أنا عم فكر ليه الخواجة سعد مضينا هالورقة. ليه أنا نمت؟ كل الليل اتقلب من ميل لميل وعم فكر لك. شو ضربنا عقيدنا ومضينا هالورقة؟ كل عمرنا نخبر الخبرية ونقبط ونمشي، ليه غلطنا هالغلطة؟ ليه اعتبرتيها غلطة؟ بس لشوف إذا كنت عم تفكري مثلي. فكرت إذا شي نهار ما مشينا على سوقه يهددنا بالورقة ويسلمها للست وردة، وساعتها شو رح يكون موقفنا قدامها؟ نفس الأفكار عم تمرق براسنا اتنيناتنا. يا أرض نشقي وبلاعينها إذا هيك صار، يا خجلتنا مدى العمر من الست وردة وبنتها. شو رأيك نرد الألف وناخد الورقة؟ لو خسرنا شوية مصاري منعود بشي تاني ما يكون في ممسك علينا. فكرك إذا ردينا المصاري سعد رح يرد لنا الورقة؟ إيه ليه لا؟ بكون عارف السر ببلاش، شو بده بالورقة؟ كل اللي بهمنا أعرفه كابيتان إذا حلا يزبك سافرت ولا بعدها بلبنان، وهيدي خدمة مش رح أنسى لك إياها. كلك ذوق، لكن رح أنطر جوابك. مرسي كابيتان، الله معك. مين هيدا الكابيتان؟ كابيتان الأسمر، خيال حنان الأسمر رفيقتي، وبعتقد سمعتي شو طلبت منه. يا ماما ما اتفقنا أنه ننسى وكل مين يروح على بيت أصحابه، ولا كلام الليل يمحو النهار؟ لا مش كلام الليل يمحو النهار، وبعدني ماشي بالاتفاق، بس مش رح أترك هذا الموضوع من دون ما أعرف شو الأسباب. وشو رح يتغير إذا كانت حلا هون أو سافرت؟ بأسباب أو بلا أسباب؟ ما النتيجة واضحة. صحيح النتيجة واضحة، بس الأسباب بعد مش واضحة. بدي أعرف لحتى أرتاح وبطل فكر، ساعتها يروح كل واحد على بيت أصحاب. إذا أنت ارتحتي أنا برتاح، ولأول مرة بحياتي كون حقدت على حدا. خلص ما بقى نحور وندور ونحلل ونشغل بالنا، هو بحاجة إلنا مش من مصلحته يحددنا. نحن بهالبيت سمعه وبصره. ما حدا بيعرف كيف تنقلب الأمور، بعدني على رأيي ما كان لازم نعطيه دليل خطي يهددنا فيه بعدين. أكتر شي ممكن يعمله ما يعود يدفع لنا حق إخبارنا، ونحن بالحالة ما منعود نخبره شي. وحدة بوحدة يعني على الحالتين رح نكون خسرانين. صحيح كل واحد ربح منا 500، بس رح نخسر كتير، ورح تكون رقبتنا بين إيديه. حاج خايفة، في حال صار ما صار عنا 100 حجة وسبب نطلع فيهم مظلومين. تركيني فكر وعلي الباقي. ما تخافي، بعدين نحن عم نتهم الزلمة بشي بعد ما صار، لأنه في مسلة تحت باطنا عم تنعرنا. يا خوفي يرجع يطلب منا شي أكبر وأخطر عبلاش. ما حدا في يجبرنا نعمل شي غصب من عنا، وبأسوأ الحالات منترك الشغل ومنختفي، وإذا كان قبضاي يعرف طريقنا. خلص خلص كملي شغلك وما بقى تفكري بهالموضوع. يا ريت بقدر معه تفكر. يلا فوت بالموضوع وبلا تشويق. شوف يا سيدي، امبارح بالليل بيجوا لعندي وداد وعبدو، قال عندهم خبرية كتير مهمة وسر انكشف قدامهم بالصدفة، وطلبوا مني 1000 ليرة قبل ما يحكوا كلمة. عمى 1000 ليرة ودفعت لهم قبل ما تعرف هالسر؟ أكيد، لأني فكرت لو ما كان شيء محرز ما كانوا أجوا لعندي ورا بعضهم بهالليل. عمى شو بعد في أسرار ببيت عمتي ما عرفناها؟ فكر، بتعرف إنه بعد في شيء علقان براسك وهني لقولك الجواب؟
شي بخص لارا؟ بالضبط. شو يلي كان يدور براسك ومرة سألتني إيه؟ هلأ عم بتحذرني، خلصني قول. كان بدك تعرف إذا لارا صحيح بنت عمتك ولا متبنيتها. عبدو وداد عرفوا هالشي من تم عمتك وبنتك. سافر من حالي أنا بهرب من سن السنة بغمرة إيديك الهنا صاروا هني وطني. سافر من حالي أنا بهرب من سن السنة بغمرة إيديك الهنا صاروا هني وطني. وجوه الأحبة صاروا كلمي عوراق الرصيف خبوا بالهوى وطاروا والدنيا مسا وخريف. وجوه الأحبة صاروا كلمي عوراق الرصيف خبوا بالهوى وطاروا والدنيا مسا وخريف. زعلان عالدني وحالي برسم بإيدي الطريق محي نهاري بالليالي والسر بقلبي غميق. زعلان عالدني وحالي برسم بإيدي الطريق محي نهاري بالليالي والسر بقلبي غميق. وجوه الأحبة صاروا كلمي عوراق الرصيف خبوا بالهوى وطاروا والدنيا مسا وخريف. وجوه الأحبة صاروا كلمي عوراق الرصيف خبوا بالهوى وطاروا والدنيا مسا وخريف. والدنيا مسا وخريف.